فيتامينات ومعادن. انا يا جماعه لما اسولف اقول لكم هذا الفيتامين يسوي كذا وكذا وكذا، انا بسولف يا اخي، بسولف بتكلم، بقول موضوع، مو اقول تروح تاخذه على طول. موجود بجسمك، يمكن بكثره، يمكن انت قاعد تاكله بشكل يومي، ولكن انا بسولف عنه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، نفترض سولفت عن اعراض فيتامين او معدن معين، انت رحت خذيته ولكن الاعراض للحين موجوده. العيب مو بالفيتامين، العيب وينه؟ ان امعائك مو قاعده تمتصه. يعني شنو؟ يعني عندك مشكله بالامعاء. زين ليش امعائي مو قاعده تمتصه؟ اذا كان لا ناقل، ركز، اذا كان لا ناقل، مثلا عندنا سيريول بلازمين، عندنا ترانسكوبالامين، هذول بعض الفيتامينات يا جماعه لهم نواقل، مو على طول يدشون. مثلا عندنا ترانسكوبالامين، عندنا ناقل حق البي 12 مثلا، او سيريول بلازمين، عندنا ناقل حق مثلا النحاس. اذا كان الناقل هذا يعني معناته مو شغال، يعني معناته عندك مشكله بالكبد. ولكن فيتامين ما له ناقل، على طول شنو معناته؟ عندنا مشكله بالامعاء. ضبط الكبد، شاي القراص، دوتكا، املاح المراره، ضبط لنا الكبد والكلتين، اخذ بكتيريا نافعه، اقعد لك 5 ايام اكل كل اكلك على البخار، نظف الامعاء، الانتفاخ يخف عندك، اخذ انزيمات هاضمه، بعدها اكل، شوف الوضع شنو. والله العظيم يمكن 90% اعراضك وامراضك كلها راح تختفي. عرفنا شلون؟ اهم شيء المعده، يكون عندك حمض معده قوي، والامعاء والكبد. هذول والله الثلاثه من تضبطهم اصلا كل مشاكلك الصحيه تنتهي.